السلام عليكم هاجم الحوثيون قرى الشعاور والهمول بمحافظه اب طيله عام واربعه اشهر حتى اضطر الرجال من اهلها للمغادره والانسحاب من وجه قوه عسكريه كبيره هاجمت القرى وسيطرت على المرتفعات وحين لم يجدوا امامهم سوى النساء لم تمنعهم اخلاقهم من الاعتداء عليهن وسرقه ممتلكاتهن وتفجير بعض البيوت وطرد اهلها منها فاطمه غانم الهاملي حاولت الوقوف في وجه المسلحين الذين اقتحموا منزل ابيها، لكنها تعرضت لاعتداء منهم ترك اثره على جسدها ونفسها. نتابع قصتها في الفيلم التالي ثم نعود. انا روى غانم على قائد عبد الله من محافظه اب بشعب الارك هجموا علينا الحواثه كان بيننا حرب بين الحواثه والشرعيه. الانقلابين الحوثيين هجموا علينا دخلوا البيوت الناس انسحبوا استغلوا البيوت والنساء ما بقي الا النساء بالبيوت بس هم دخلوا هجموا علينا نهبوا بيوتنا نهبوا الذهب نهبوا كل ممتلكاتنا واحنا كنا في محافظه قاوم اكثر من سنه واربع اشهر تمام واحنا نقاومهم من حقنا الخاص تمام لانهم هم او يعني ميليشيا يعني ما عندهم يعني اسلام ولا يرحموا حد احنا بيوتنا ما احناش دايما نقول احنا نسي الناس انسحبوا ما بقى الا نسب بالبيوت بس هم داهموا احنا وهجموا علينا فجعوا هجموا وتحاربوا وقع اشتباكات بينهم واحنا ما معناش سلاح نتقاومهم الناس هربوا يعني سنه واربع شهور بعد سنه واربعة شهور انسحبنا يعني دخلت علينا حمله الحمله هذه من يقولوا خاصه تبع الحرس الخاصه اللي اقتحمت الموقع هنا جبل دعفان أنا حول عسكري، أنا إنساني إنساني لأنه يعني هذه اعتبر إن كان هي منطقة يعني ببلادنا يعني ليس بينها هي حكومة هي ولا هي كان بينها مراكز حكومية ولا شيء يعني منطقة يعني الأهمل والشعاول يعني رعية تمام يعني كل واحد بعد حاله تمام إنسان يعني زارع واحد يعني شاقي كلام ما معناه معنا عندنا إيه ثروات يقول إنهم جاؤوا إلا جاو يقولوا إن هذا آه فصل الشعوري وحزام الهاملي انهم هذا قاده من مشايخ انهم مشايخ انهم عندهم السلاح عندهم كذا عندهم ذا يصير يدخلون هو بيتهم احنا دافعنا عليهم يمكن لهم سبعه او ثمانيه أول تشي والباقي مرتبين مم. على الجبال جوا علينا يهاجموا احنا واحنا غلقنا الابواب هم يدقوا الابواب ويدخلوا لعندنا وينهبوا الذهب وضربوا النساء وضربوا الاطفال ولا يخلوا حاجه لا يحترموا النساء ولا أطفال نحن نفتقي على نقول لهم لا يدخلوا إحنا بالله النساء هم يدقوا يدهفوا النساء والأطفال ونحن نصرخ وهذه البنت صراحة قاوم أختي دقوها وقع دقة بالحق الحين تهي معوقة لا يتكلم ولا شيء نقول نحن نقفل الأبواب هم يدقوا الأبواب ويربوا بس ما صابت أحد مننا بالقارح بس دخلوا رجعوا كسروا الأبواب دخلوا بعدين يعني كنا نصيح وني نتكلم عليهم هم يعني هاجموا شتو ينهبوا وإحنا نحن ندافع عن نفسها ورجع أختي قامت لغاية حق الذهب والنسمة قالت دافع على حق الذهب دقواهم بلقف عبروهم وإحنا ارتوشنا العينين ما عاد كنا اسمه نصيح وني رجعنا الدهب وهو دقي شلين لبت عمنا لأن حصلت الدقة بحق ودقوا لحوالي يوم دخلوا هجموا علينا من ذلك اليوم، ولا كان الحمد لله بخير تجزع وتتكلم، لكن ده حتى من يوم دقي لا يقدر تتكلم، يمكن افتقعا وإحنا من الدقة، إحنا كنا بربش افتقعنا كنا نصح من حدين كفعلوا بدقوها، حصل لنا دقة ولا كان الحمد لله بخير، نخرجها نمسكه، ندي العربي ولا أي شي نمسكه يعني، نسرحها الحمام، رجعوني قال اني مريضه ما تقدر تجي على الحاره ولا تتكلم ولا شيء هي قاموا تقول لهم احنا نسى ما في ناس داخل ويمسكوها ويدقوها يقولوا ما شيء شتوا نهب من داخل بس الذهب بس الذهب حق امي وحقنا بس الصور بس الملفات بس كل الممتلكات الدخل دخل البيت ودخلوا فجروا بيت اول شيء بيت الشعوري تفجير عبوه ناسفه بعده بيت رشاد الربع تفجير عبوه ناسفه بعده بن عمي حزام الهاملي أبو ناسفة تمام هذا وصلوا إلى مارب أنا بقيت أنا آخر واحد أنا آخر واحد أنسحب أنا جليل اتصال اتصلوا بي إن بنتك أصيبت في البيت ها اه؟ قلت لهم إيش أصيبت ها اه؟ في رصاص أو في إيش قالوا أنا أصيبت يعني دقة الحوثة لأنه دخلوا يقولون بقى عندك سلاح في البيت تمام ما كش بسلاح الحمد لله كان ايه بندق جعبتي تمام والرجال اللي كنا نقاتلهم في الجبهات قد انسحبنا بعضهم قد وصلوا مارب بعضهم عاد في تعز مش أنا مشينا مرحله بعد ما قلت لهم ايش اللي حصل قالوا حصلات يعني لقوا في العمود الفقري الان تمشي قالوا ما تستمشي قلت خلاص تحاولوا انكم تخرجوها لا ما توصلوا اي مكان امن تعالجوها قالوا ما نقدرش بزيني ما بحدنا بلا النساء بزيني وانسحبنا لبيت عمنا ما بوش عندنا مستشفيات نعالجه ولا حد لو صار احنا بالمستشفيات احنا مطالبين يطلبوا احنا على طول بزي سبقوا احنا لانه ما بش بيدي اي حاجه انا اقاومهم ما في اي شيء انا حاولت أن انسحبت قلت هذا بناتي وعيالي انهم نساء ما حد يكلم اطفال انسحبت انهم قلت انهم يخافوا الله بناتي كانوا عن تلفون تمام لما اصوب البنت انا خلاص يعني ايش اولي ارجع يقتلونا تمام يعني ما لا اقتهرت قلت حسبي الله ونعم الوكيل اذا قلت خلاص يعني تحاولوا تهربوها الى منطقة يعني امنه للعلاج قالوا ما نقدرش بزوها قلت لهم خلاص انا وصلت مارب تمام وبزوها على طول عدي مارب كنت اتذكر يعني يا رب ايش كيف حاله البنت هذه؟ كانوا يعني يقول لي العمود الفقري يعني قلت هذا العمود الفقري يعني كنت اقول لي انا ارجعش اموت ولا هذا العذاب. في ناس قالوا لي يا اخي لا ترجعش دمر نفسك قد يعني قد ما ترحمش مراه خلي ما انت وحاولت ان انا رغمت نفسي ولم اشوفها الا ما حتى شفتها في مارب في مارب واجهتها شفتها وحسيت يعني شويه بالراحه النفسيه لكن قدوم مؤلمة على ما حصلته يعني ما كنت قدر النوم ولا أقدر أكل ولا أشرب كيف أشوف عيالي وبنتي ولما وصلوا عندي مارب يعني أنا كنت أتخيل أن أنا كيف أواجههم أنا شو ما أشوفهم الحمد لله لكن واجهتهم شفت البنت يعني أكثره تعقد يعني مثلا أقول لك أنا معي أحد مسؤول أو قيادي أو كذا أو كذا أنه بيجي يدلي لكن الله أنا ماسكين بالله الله في كل واحد أنا بدي دعنا تهربنا من الحواثة وسبقوا احنا بالنقاط وبهذلوا بحنا ويلا تخارجنا بالنقاط قلوا احنا وين ذاهبين وحنا نقول لهم ما بلا ذاهبين لا سيئون لا هكا ما نقول لهم لا هم يعرقون احنا يلا نبذ من النقاط يمسكوا احنا وادي المعوقة قلوا وين اللي بيه ساحن لا سيئون نعالجي ما نقول لهم الصابي الحواس دقي ماشي جلسة دخل بيت شهر وإحنا نعاني ولا باب علاج ولا شيء الا نعاني احنا النساء ولا بنس عندنا ما بي الا النساء داخل ولا مستشفيات ولا حاجه. جلسنا يعني عالجنا يعني من الماء والشرب بس هذا مش غيره علاج ما بش علاج ليه لما حتى خرجنا وصلنا الى مارب تمام الحمد لله يعني سرنا بعض المستشفيات هنا في مارب مشفى الهيئه في مشفى كرى تمام يعني يقولوا لي انا يعني يشتوا مني لانه زلط تمام طيب. او كذا تمام طيب. هذه مناطق حكوميه تمام احنا نطلب الصحي تمام طيب. بايش؟ على هذا النظر على البنت هذه تمام طيب. بما على كتاب غير او كثير تمام طيب. احنا اي شيء والحمد لله انا بيتي انا تدمرت ونهبت تمام طيب. بز كل شيء ما دخل البيت ما كنت امتلكه بزه الجيل الحقنا الاكثر منطقه الهمول والشعاول هذه نهبت نهبت انا اخر واحد اعتبرنا لانه بدعوا بيت بيت انا اخر واحد تمام لأنهم يعني هم بعضهم بعض أطفال تعوروا شدوا ورجال تملك لأنهم يدافعوا على كرامتهم على بيتهم أنا آخر واحد من اللي أصلوا عندي آخر واحد ولا عملوا أي حركة خلاص قالوا قضينا على هؤلاء الدواعش ما دواعش إحنا ندافع عن بلادنا إحنا مشردين من بلادنا مناهب مناهي بحقنا الممتلكات حتى إحنا الآن بالصحراء لم يدي إحنا حاجة ولا حد يدي لحنا وهذه البنت اختي معوقه نشتي العلاج له نشتي اي حاجه له ولا معانا حاجه نستطيع ندي له نعالجه ولا ننفعه احد يساعد احنا بعلاجه المخيم يعني قدو امامك مخيم على يعني خيمه يعني شرع تمام شرع من عند هذا الصراف من عند هذا ومن عند هذا وفصلنا شبكات تمام هو يجيب فوقنا على الاطفال ما نفعل انا حنزيد يعني بلادنا مستعصبة تحت الميليشيا الحوثيه يعني ما عرفنا نتحمل قد احنا هنا صابرين وكثر الله خيرهم اصعب مارب ما قصروش ادوا الارض قالوا اسكنوا تمام احنا الحاله معنا يعني بلا الله الخيام هذا الشبكات شراء وارد علينا ويا ملحمة حما يعني عاني واكثر البنت هذه ما تتحملش عن المنطقه تمام تحتاج الى رعايه الى عنايه الى المهم يعني, يعني كل حاجه تحتاج لي. لم يكن لسكان قرى الشعاور والاهمول من جريمه سوى تمسكهم بالولاء للحكومه الشرعيه ورفضهم تصرفات ميليشيا الحوثي التي قررت اهانه سكان هذه القرى واذلال وجهائها ليخفض لهم بقيه السكان جناح الذل من الرهبه، لكن اهلها فضلوا المقاومه واستمروا فيها لعام ونصف في منطقه جغرافيه مقطوعه عن الامداد حتى نفذ ما في ايديهم فقرروا المغادره وتركوا بيوتهم وراءهم معتمدين على ما ظنوا أنه يجمع كل اليمنيين من أخلاق ومروءة وشهامة تمنعهم من الإساءة للنساء والأطفال لكن من هاجموا القرية من حوثيين لم يراعوا كعادتهم فيها أي حرمة ولم يروا في النساء سوى ذهبهن المغري للسرقة والنهب مشاهدين الكرام منذ بداية العام 2015 يعاني سكان الشعاور والهمول ألما مختلفة ابتداء من محاصرتهم في قراهم من قبل الحوثيين عانوه من أهوال القصف والقنص ومنع الإمدادات الغذائية والعجز عن علاج جرحاهم مرورا بآلام التهجير والنزوح للحديث عن هذه القضية عن نازح الشعاور والهمول ينضم إلينا من مدينة مأرب الناشط نبيل الحكمي مرحبا بك سيد نبيل يا مرحبا اخي الكريم اهلا وسهلا بك بدايه ما هي ابرز الاحداث التي حصلت في في منطقه الشعاور والاهمول والتي سببت كل هذه الماساه حتى اجتياح الحوثيين وتهجير سكانها منها اخي الكريم بالبدايه نشكركم ونشكر قناه بلقيس على النظره والاهتمام الانساني في في هذا الجانب كون المنطقه لم تذكر بعد من قبل الحكومه او من قبل غيره وابرز ابرز اللي حصل ابرز المشاكل اللي حصلت ابرز الحصار مليشيه الحوثي قامت بالحصار لمده 11 شهر بما يقارب عام نعم. على المنطقه منع التجار من ايصال المساعدات الانسانيه منع القنص المتواصل بالرشاشات ولا والعيارات على الاهالي للمناطق نعم الـ الـ المناطق هذه تعيش على, على السكان المدنيين للغايه من قبل كان هناك قنص متواصل وقصف يطال المدنيين السكان المدنيين نعم اهالي القريتين نعم نعم, نعم آه العزلتين الشعاور والأهمول آه كانت ميليشيات الحوثي من من تسيطر على قمم الجبال من جهة بني شبيب ومن جهة آه آه باتجاه نعم. الشرق من جهة بني آه علوين من نعم. هناك من هذه من هذه الجهات كانت تسيطر وتطلق العيارات والحصار وكذلك منع التجار من مواصلة أعمالهم كما إن البلاد يعني تفتقر أشياء مثل الصحة والتعليم لم تدخل نهائيا الخريطة يعني هذه العزلتين تعاني نعم. بشكل يعني نهائيا معنا حالات سوء التغذية معنا حالات معاقة أثر الأحداث معنا حالات ما زالت تحت العلاج معنا نعم حالات بعد يعني سيد نبيل عودة, دي عودة دي إلى التسلسل سيد نبيل عودة إلى التسلسل الزمني للأحداث بعد حصار دام كما تفضلت أحد عشر شهرا يعني انكسر المقاومين في عزلتي الشعاور والأهمول وقرروا المغادرة ثم حدثت الاجتياحات من قبل الميليشيا للمنازل والقرى أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد اجتاحوا المناطق وفجروا عدة منازل منها منزلين الشيخين الشيخ حزم الهامل والشيخ فيصل الشعوري هل اكتفوا بتفجير هذين المنزلين فقط؟ لا, لا لن يكتفوا الميليشيات الانقلابية لا يعرفوا بهذا القدر من الاكتفاء بل انهم... قاموا بتهجير بعض الاسر الامارب والجوف وكذلك قاموا باعتقال يعني عدد يعني لا لن تتخيله انت ولا نعم. الاخوه المشاهدين كم هذا العدد يعني هل لديك فكره عن اجمالي عدد المهجرين من عزلتي الشعاور والاهمول حتى الان؟ معي انا اللي دا اني حق المديريه بالكامل كون م. المديريه هي من قارعه الميليشيات معي عدد بالمديريه بالكامل بما يقارب 250 يعني معتقل البقيه البقيه خرجوا والبقيه اللي ما زالوا تحت يعني وطاه الميليشيات ب 39 معتقل هذا نتكلم عن المديريه بشكل عام لان المديريه معذره سيد نبيل 200 حزم العدين سيد نبيل نعيد 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 التوضيح 250, 250 معتقل أخل. ام مهجر؟ 250 معتقل خرجوا منهم آه يعني 200 و خرجوا و منهم 39 و كم؟ البقيه 38 هؤلاء اها ها اذا المتبقي من من اجمالي نعم. المعتقلين هو تسعة 39 معتقل من عزلتي الشعاور والأهمول نعم. ماذا عن النازحين سيد نبيل؟ النازحين الـ الـ الوضع كما قد سبق تقرير من الأخوة المعتقلين في مارب والجوف بما يقارب يعني إحصائي أخيرة 235 يعني مهجر نازح اللي هم في مارب والجوف المهجرين والمتواجدين في مناطق مارب والجوف هم هذا العدد الذي ذكرته نعم نعم يعيشون في الخيام ويعيشون والبعض في المنازل ولا نعم. وقد قد تعرضوا الكثير منهم يعني الى وفاه من الاطفال وكذلك الى البعض ما زال مريض والبعض ما زال حاله ماساويه يعني نعم يعلمها الجميع والقاسي والداني نعم هل تعرض كل سكان القرى للتهجير ام انه كان استهدافا شخصيا لاشخاص بعينهم؟ في الحقيقه كان بالبدايه كان يعني لاشخاص بعينهم وبعدين في الاخير هناك تم استهداف القرى واستهداف الجميع ما عاد بش يعني هذا يا تخرج تقاتل مع هذه الميليشيات يا هناك يعني تقرب نفسك الى الى الموت والهاويه هذا لا يعلمون ب يعني هذا بعد حاله هذا معنا عمال هناك عمال الان ما زالوا تحت بسجونهم عمال لا لهم علاقه عمال يشتغلون بالمفرس مام. يعني لا لهم علاقه بالحرب ولا في لاب صغيره ولا كبيره وهذا هؤلاء لا يعرفون هذا المجال ولا يعرفون السلام نعم ماذا عن عن الاحداث التي شهدتها المنازل اثناء اقتحامها ما الذي قاموا به في الحقيقه المنازل قامت بالنهب والسرقه وقاموا بإيذاء الأطفال، قاموا بإيذاء النساء، نعم. وهذا في بعد الإنسحاب مباشرة. لكن ما بعد الإنسحاب والأمور الأمور الآن في أمور هذا ما فيش أي شيء. نعم، آه بعد نصف عدد من المنازل آه هل تعرضت الطرقات لنوع من التفخيخ كما هو متعود من هذه الميليشيا أن تقوم بتلغيم آه الطرق بين القرى المحاصرة. التي قاومتها وبين مصالحها أكيد أكيد في قرى الشعاور قامت بالنهب والسرقة وقامت بالتفخيخ المنازل قاموا بالتهجير قاموا بمعادة الأطفال قاموا بمعادة النساء قاموا بمعادة كبار السن يعني آه هذه عادتها وهذه طبيعتها الميليشيات لا تحترم الجانب الإنساني ولا الجانب آه ولا, ولا تعرف جوانب الحرب و والسلام نعم كيف تقيم الآن أوضاع النازحين من مناطق الشعاور والهمول المتواجدين في مأرب أو الجوف التقييم الذي الآن شطره عليك بأن الحالة الأولى الطفلة سلمى الحكمية توفت بالمخيم بسبب البرد الحالة الثانية اللي هي مرقدة في مستشفى كراء وتم علاجه ب الف احمد الحكمي الحاله الثالثه الان ما زالت اللي هي من سبب التهجير فاطمه غانم واللي ما زالت تحت الان يعني يعني تحت المعاناه لن نستطيع نعالجه ولا بريال واحد وما زالت الان بالمخيم وطالب الجميع بزياره هذه الطفله الذي تجاوز عمره 14 عام نعم اذا كل هذه المآسي هل تواصلت اي منظمه أو لجنة إغاثية مع نازحي الشعاور والأهمول فور وصولهم، ترتيب أوضاعهم، محاولة يعني سد احتياجاتهم. لم, لم 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 توصل لم توصل أي منظمة دولية أو محلية غير ما نسمع بوسائل الإعلام ونسمع على الإعلام المرئي والمسموع فقط على الجانب الإنساني والجانب يعني ال الكلام اللي هو غير يوصل ويلتمس اوضاع النازحين المنظمات هناك في صنعاء فقط نسمع بهن ونرى اما في في مارب لم نلتمس وحتى على على مستوانا نحن نازحين حزم العدين المديريه التي ضحت بما بما تملك لاجل مصار مقارعه الظلم مقارعه مم. الارهاب الحوثي لم حد يتواصل بنا نحن في المخيمات مخيم عرق الشبوان مخيم المتحف والجوف والساكنين في البيوت لم نحصل على تواصل لم نحصل على أحد يأخذ مننا شكوى لم يحصل مننا أحد يلتفت إلينا أو يلتمس معاناتنا بما في ذلك الجهات الحكومية اللجنة الإغاثية الرسمية يعني اللجنة الفرعية في المحافظة توزيع سلال غذائية وما شابه على الأقل يعني هذه اللجنة هل تواصل بكم أحد من قبلها؟ مع ان الائتلاف الاغاثي بمحافظه اب ويمن غوث وهذا تواصلوا معنا وملتقى ابناء حزم العدين او نعم. قدموا ما لا يقدمه الحكومه الشرعيه لم تقدم شيء و اما هذه اما على مستوى هذه الفرعين اللي ذكرتهما لك فهم قدموا بما يستطيعوا ان يقدموا يعني مبادرات و... و... اهليه كما نشكر السلطه المحليه بمحافظه مارب يعني نعم. مبادرات اهليه وفعل خير فقط ماذا عن الأطفال النازحين هل يتلقون التعليم في هذه المخيمات التي يعني تؤويهم وأهاليهم بالنسبة التعليم التعليم يعني قد يساكن في خيمة يا يتعرض لسوء تغذية يا يتعرض لمرض يتعرض لحالات يعني نفسية لن يستطيع أن يواصل تعليمه المدرسة قريب يعني بما يقارب خمسة كيلو ولكن لا نستطيع حتى تسجيلهم على مستوى التسجيل من يعني لا يوجد له شهادة تسنين أو شهادة ميلاد أو غيره أوضاع الأطفال هي الأوضاع يعني المؤلمة لدينا نحن النازحين والنازحين على مستوى المحافظة مارب بشكل عام بينها من تعز والجوف وفيها من حجة فيها من صنعاء على مستوى كامل كلهم يعيشوا حالة مأساوية نعم نعم ما هي ابرز الحالات التي تحتاج الى مساعده عاجله لديكم في مخيم نازحي الشعاور والاهمول؟ آه معنا حالات الان اللي هي فاطمه غانم اللي هي تعاني من الفقره بالعمود الفقري، هذه تحتاج الى عمليه بما يقارب 2 مليون، لن تستطيع لن نستطيع اهل ان يعالجها هذه من جهه، من جهه معنا اطفال ما كانوا يعانون من التهابات حاده لن نستطيع عالجهم ظروفهم الحاله الماديه صعبه للغايه وكما يفتقروا المخيمات يفتقروا الناجحين وحدات سكنيه يفتقروا الصحه يفتقروا التعليم كما ذكرنا سابقا يفتقروا يعني الايواء والتغذيه هذا كله افتقارات الى الى اهم الخدمات الاساسيه طيب سيد نبيل هل قام هؤلاء النازحين بتسجيل شكاواهم لدى منظمات او لدى لدى يعني النيابه والقضاء اليمني او منظمات حقوقيه مهتمه، هل تم تدوين شهاداتهم على ما تعرضوا له؟ لم لم يوصل لم يوصل المخيمات او يوصل لدى النازحين من يطالب بهذه الشكاوي نهائيا لان المنظمات الحقوق الانسان والمنظمات الدوليه والمنظمات المحليه كلها في جانب والمعاناه في جانب اخر لم يوصل ولم نستطع ان نقدم ولا لدينا ما نقدمه لهذه المنظمات من شكاوى لدينا ما نقدمه من تقارير لهم ولكن لم لم نحصل على هذه الجهات حتى نفيدهم بهذا كله سيد نبيل نامل ان تقوموا انتم كشباب بهذا الدور ان تقوموا بتدوين هذه الاحداث وهذه الـ الانتهاكات بالاسم بالساعه بالوقت يعني بكل التفاصيل التي يمكنكم الوصول اليها من خلال الضحايا المهجرين لديكم، لان مساله التوثيق هذه مساله غايه في الاهميه، سيحتاج اليها هؤلاء لتثبيت حقهم ولملاحقه الجناه حتى يتحقق العدل. هل من رساله اخيره تود طرحها خلال هذا اللقاء؟ نعم نعم بالتاكيد اريد ان اطالب الجهات الشرعيه وطالب المنظمات الدوليه والمحليه وعلى رسم مركز الملك سلمان للاغاثه العاجله للنزول الميداني والتماس اوضاع النازحين للتوفير وحدة سكنية وإعادة يعني حقهم كونهم يعني من يستحقون هذا ثائرين ثائرين لمقارعة الانقلاب ولا يجوا ينتظروا أنا في مارب لاحد ان يعني يتصدق عليهم او غيره، هذا جانبهم كانساني، جانبهم حقيقي. حقهم في النهايه على دولتهم نطالبهم، نطالب المنظمات الدوليه، ونتطالب... نعم اذا الناشط نبيل الحكمي كنت معي من مدينه مارب، شكرا جزيلا على كل هذه الايضاحات. مشاهدينا الكرام الى هنا انتهى وقت هذه الحلقه نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحه من خلال الايميل الظاهر اسفل الشاشه او عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهده الحلقات السابقه من البرنامج على قناه بلقيس على اليوتيوب. غانم الهاملي واسرته المنكوبه تم الرصد بأمان الله.